بشي مبروك عليك. شوية ماشي شوية. هيا روح روح. تحل شويه برك. شي مشكلات اجب دي غني الله غني اجب دي الله وبارك ها هي اذا لحظه حاسمه في دخول السيده لبنى الى بيتها لاول مره بعد انتهاء الاشغال للتعهد. سيده خاصه ام اليتامى ان شاء الله راح تنفي مع عين وسيم وسيده لبنى ولادها. ومن بعد راح نسمعوا كلمه السيده. ومن بعد راح نسمعوا لبنى كلمه للسيده لبنى. تفضلي سيده حوريه ام اليتامى. بسم الله. زغر زغرتك. اش بدا بليدي اش بدا بليدي اش بدا بليدي. دور عمي. هاي طارق. سيدة لبنى. أمينة. أمينة. سيدة لبنى. اليوم كما وعدناك 8 مارس. ما تقدمي لي شوف مايا شوف شوف اللايفات ما شاء الله. شكرا راني زغرت بهذا المعرض. انا كنت طالبة دوج بس اليوم درتو له عرسو. انا طلبت دوج بس اليوم عرسو وليدي. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي وكثر خيرك. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي وكثر خيرك يا ربي. ربي يجزيكم الكل. ربي يجزيكم ان شاء الله. قلبك مليح مدام لبنى سي فوق سكينه الناس كل تعاون فيك والله. راني فرحت وسيم كي دخل خرجتو بالكورتيج وليدي. هذا وين هذا العرس اليوم درنا العرس هذا هو عرسو هذا هو عرسو الحمد لله. مايا ما يعطينا كلمه. مايا كلمه قبل ما نروحوا للشومبرا تاعكم نشوفوها. ربي يفرحكم كما فرحتونا. نحيت العذاب علينا ونحيت العذاب علينا وراني فرحانه اليوم كي شفت ما فرحانه وكي شفت لا خاطر تعبت علينا بزاف. صحيح. اعطيني كلمه هسه انا تعطيني بنوته تاعها صغيره. اعطيني كلمه واش تقولي لي؟ ابي جزيكم وحضري ادري كيما تحب. كي فرحانة كي فرحانة 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 بزاف. نعم الحمد لله. وسيم هز يديك هز يديك وسيم هز يديك. فوالا قول الحمد لله يا ربي الحمد لله. صحيت وسيم يا ربي كثر خيرك. رايحين دوكا ندخلوا ان شاء الله نروحوا نشوفوا البيت سيدة لبنى ولادها. رايحين يشوفوا الدار. راح تشوف هي وحدها. غمضي عينيك. هاي كما كان النداء الاول النداء اللي درته الاول كنت صادقه فيه وربي وصلوا للناس وكل خاطر كلمتي كانت صادقه.
هذه الشنطه اللي راكم تشوفوا فيها 17 سنه حنا في 8 17 سنه وليداتي قدام بعضهم بني 19 بني الاخر 20 بني هذا المريض هذا الاولاد الكل هذه تمنيت يجيني ضيف تمنيت ما تبات عندي ليله تمنيت ما تجي تبات عندي ونفرح ووليداتي يعني يحسوا بالراحه يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا عند كانت عندي غرفه نوم كي ننسى احنا ما نحبسوش الزايد والله الحمد لله انا طلبت حاجه قليله وربي عوضني حاجه كبيره انا طلبت دوش لبني لقيت عرس لبني انا هذا الشيء اللي ما ننساش هذه امنيتي والله غير كانت امنيتي نقول انا مهما يكون وليدي مش غيتزوج محروم يعني والحمد لله دي حاجه ربي انا ما مانيش غضبانه على حاجه ربي الحمد لله دائما نحمدو بصح مهما كان ام نسخف نشوف وليدي فارح اليوم بني فرحتوه بني درتو له عرس واليوم هذه الشنطه اللي راكم تشوفوا فيها كي نراوف يرقد من كنابي انا نرقد من وسيم يرقد من وسيم وسيم الوحيد اللي ديرته مطرح بونج حنا كل نرقدوا على بساط بساط مش ماهوش الفقر عيب الفقر ماهوش عيب كنت عيشه سعيده كي كانت صحتي كنت صغيره ونخدم على ولادي كنت عيشه سعيده رغم الظروف خاطرش ربي خلق الغني وخلق الفقير دي مش حاجه عيب بصح كنا نرقدوا هكذا الوقت اللي كبروا لي الذريري بديت نعاني بدات تظهر الصعوبات بدات تظهر صعوبه الحياه هذه غرفه النوم ومنها تخشش المطر وكل نرقدوا فيها وكنا نرقدوا فيها واليوم الحمد لله الحمد لله عندي غرفه نوم هذه غرفه نوم ما شفتهاش كي تزوجت كي كنت صغيره 16 سنه ما شفتهاش كنت مولاه 16 سنه ما شفتش غرفه نوم اليوم في 42 الحمد لله غرفه نوم اللي ما كنتش نحلم بها ها يا زهرتي الله عليها ويحيى المبروك هيثم هيثم ارواح ارواح تشوف الحمد لله انا صغرتي نورمال الحمد لله يا ربي قول الحمد لله يا ربي تسمحوا لي خابتي يعني لازم نهضر لازم نتكلم لازم ما نقدرش نغطي في قلبي لازم اليوم كما قال راهي هذه معجزه من عند الله هذه راه هذا البيت هذا راه هديه من عند الله ربي هديه لي وسخر لي عباد الخير سخر لي عباد الخير هذا الدوش بكيت عليه بزاف بكيت ونار لي ابني كما قالها ما قبلوش في الحمام بكيت قلت له يا ربي راني سلمتك قضيتي هذه ربي شادها ربي كان شاد قلت له ربي راني سلمتك قضيتي انا وبني بني راه كان محتاج نظافه والحمد لله الحمد لله يا ربي كان بني اليوم لينا وقت نستراح ونرقد انا كي بني يدوش هذاك النهار نستراح هذاك النهار نستراح مالي عليه هو يبات دايما متعذب الاعصاب تاعو مشبوحين نهار اللي ندوش بني يا بني هو يرقد وانا نرقد ونهار اللي ما قبلوهليش قالوا لي كبير في الحمام هذاك الليل ما رقدتش نبكي منبكي ما لقيتش حتى مخرج التجأت لربي التجأت لربي وما خليش وليدي ما يسمعش وليدي ما يهدرش وليدي ما يمشيش هذه حاجة ربي والحمد لله مش راح نكون حنين عليه أكثر من ربي مانيش راح نكون عليه حنين أكثر من ربي بصح حاجة نظافة لهنا غضرني الفقر لهنا ضرني الفقر قلت كون بني قدرت ندوشو كون قدرت بني ندير له دوش وليت ما حبيتش نكون انانيه انا اولى ببني بالاجر تاع بني انا اولى بالاجر تاعو بصح اليوم ما حبيتش نكون انانيه قلت نشارك الناس في هذا الاجر الناس هما اللي يشاركوا في هذا الاجر خاطرش وليدي تعذب وانا تعذبت وليدي تعذب ابسط الحاجه هي النظافه والحمد لله يا ربي احسن دوش احسن حمام الله غير الحمد لله يا ربي وكثر خير ربي كما قال طلبت دوش لبني انا تمنيت يعني نقول لك 50 نهار درت النداء في صوت سطيف حطيت 50% يكون تجاوب وكما نقول غير وقت اللي يجيب لي دوش ويجيب لي كما يقول احنا قصعه لقيت حمام احسن حمام الحمد لله يا ربي كثر خير ربي ربي ما تخليش على وسيم
ولجأت ليه ورسخ لي عباد الخير. انا نبكي نقول له يا ربي دز لي حبابك. ليه حبابه ايمان؟ ليه حبابه؟ هذه الدنيا راهي صعيبه بزاف. خلاص خلاص بلا تبي نسيبا ما تبكيش اخا. الناس عاونتني بلا ما تهديني، الناس عاونتني لقيت انا تسارع في فعل الخير. عدام هذه هي الكوزينه تاعك، واش تعطي لي كلمه؟ اعطيني كلمه. نقول لاختي العزيزه والله واش نقول لك؟ راني حابسه ما تجيش تبكي، ما تبكيش صدقوني، هذه دموع الفرح والله، دموع الفرح والله غير دموع الفرح. وكما قالت شي اللي ما كنتش متوقعاته مره، شي اللي ما شفتي ايمان جيتي لهنا خشتي خشتي الحاله كيفاه راهي. شوفي قدره ربي كيفاه، ربي ماهوش غافل، ربي ماهوش غافل، واللي يحكم في ربي راه ربي ما يخليش. صح انا صح هكذا نتقلق، وبصح في الليل نبكي وناجي ربي بزاف، والله غناجي في الليل ناجي ربي ونقول يا ربي فرج عليا خاطرك صحتي حبست الوقت الجهد داويت ودرت لي اوبيراسيون بصح دار ما قدرتش. يعني كنت يعني نكون كانوا يلبسوا لي برك وديروا لي كارليج هدي تبان لي جنه. لقيت هذا راه قصر، هذه نعبدها ونقول هذه راهي هديه ربي، هذه هديه من عند الله. لا كويزين هذه هي اللي وعدتنا بها فيفا كويزين، وفاو بوعدهم الحمد لله وجابوها لنا في الوقت. مدام لبنى هذه هي الكوزينه تاعك. هذو لي زيتاجور. اي هاكي تشوفي هنايا ثاني تحل منا هكذا. منا ثانيها في لا يبارك يعني واسعه ما شاء الله ما شاء الله واسعه. هذه لا بلاك شوفونت تاعك الحمد لله يا ربي. ناويين تحطي الحوايج ربي يجازي صهيب عيساوي صح صح وفى بوعده. ممكن راه يشوف فينا. نقول لك خويا ربي وليدي، نقول لك وليدي العزيز ربي يسترك وربي يخلف عليك وكثر خيرك بزاف، تلتزم تبع وعدك وفرحتني. وكما قالها انا كما قلت انا اللي رحت شفت الكوزينه يعني هذا موش ضمن كما يقال في التفكير تاعي، ما كانش مره ما كانش هذا هو احنا يعني بها كوزينه هكذا يعني الحمد لله كثر خير وربي يخلف عليه ان شاء الله. بصح والله شوف اش قتلني البرد يعني مش خلاص دوك لازم نهضر دوك الحمد لله دوك راني لازم 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 نتكلم دوك نهضر غدا دوك خلاص الحمد لله ربي رزقنا وبفضل عباد الخير. بصح اليوم نقول والله العظيم غير البرد قتلني والله والله غير قتلني البرد غير الثلج عليا والنوع عليا والحمل باه شوف هالشونترال يعني كثر خير نعمه من عند الله نعمه من عند الله والله الحمد لله نعمه ربي كثر خيركم. نقول الحمد لله يعني هذا صالو كنت نتمنى تحصلت بنتي على علامه في شهاده التعليم الاساسي ل 29 لبيكم بلي جدكت ما قدرتش نستقبل الناس ما قدرتش والله ما قدرت. فرحت بنتي فرحت بصح بين حط كل الناس اي ام تفرح تستقبل ضيوف ما كانش اللي عيطت لي نقول لهم نقول لهم اني خدامه اليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اليوم راني نحمد ربي الحمد لله. انا استاذ ولا نهضر من قلبي خلنا نهضر من قلبي. صح صالو هكا ماشي كما قالها صالو مجرد مستقبل ضيف ما كاينش بصح اليوم نشوف هذيك النعمه الله يبارك النعمه هذه بفضل الله وفضل الرجال بفضل الرجال اللي وقفت معايا ووقفت مع ولادي وما تخليتش عليا. رجال وقفت مع الفقير وقفت مع المراه اللي ضعيفه هذه الناس هذوما رجال هذوما رجال سطيف قالوا لنا رانا هنا اي صحة الله العظيم صحة عايش كيما انت يا شيخ خويا يا زيزان. اختي اختي
ها عمر الله شرود انا عمرو لا بجا الكشرود الكشرود ولبنا اقعدي كبار يحيى ونس العلم رجال العلم هيثم ربي يعيشكم وكل صحه يحيى ونس العلم رجال العلم هيثم ربي يعيشكم وكل صحه سيدة لبنى شفاي أول مرة اتصلتي بصوت سطيف نشفى على ذاك النهار كيما دزتكم ميساج قلت لك سبتينا في الميساج قلت لكم راني مغبونه راني مرا مغبونه لازم تعاونوني ولازم توقفوا معايا وبالفعل يعني جيتوني والحمد لله انا حابه نهضر على صوت سطيف هذه القناه راني نشكرها بزاف وربي ان شاء الله نتمنى لها مزيد من التالق والنجاح لكل عمال القناه هذه ونقدوش نقول اختي العزيزه هذه كانت همزه وصل هي اللي كانت همزه وصل بيني وبين المحسنين ماديا ولا معنويا هي اللي كانت موصل ونزيد نقول اختي العزيزه الوقت الناس اللي ما سمعتنيش قريبه ليا وما حستش بيا قريبه ليا وما سمعونيش قريبه ليا وما حسوش بالمعاناه تاعي والالم تاعي كان ربي سبحانه واللي سمع يعني اللي حست بيا قناه صوت سطيف وتحيه عاطره خالصه بو علام جلابي عاشور جلابي استاذ عاشور جلابي استاذ عاشور جلابي ايمان جنيدي هذو الزوج اللي هما الاولين اللي دخلوا عليا وقالوا لي رانا هنا وبالفعل ما قالوا لي ما خليوكش وما خلاونيش راني نتمنى لكم كل خير نتمنى لكم ربي ان شاء الله يبعد عليكم هذا ومزيد من النجاح والتالق وغلبكم ربي على الاعداء الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي نهار جينا اليوم نهار اول مره جينا البيت السيده لبنى كنا نبكيو اليوم رايحين نغادروا وحنا نضحكوا وان شاء الله ربي يكملها فرحه ان شاء الله يكمل فرحه نحب نقول حاجه برك هذه راهي معجزه به بيت بيت في شهر ونص بيت كما اليوم بثيت النداء ونزيد نفكر ونقول انا ما بثيتش نداء تسول والتسول ماهوش عيب ربي خلق الفقير وخلق الغني انا بنداء استغاثه انا نداء استغاثه طفل مضرور لازم ولازم الناس تشارك في هذا الاجر لان ما نكونش انانيه نهار بثيت النداء في 15 جونفي كما قال طلبتوش كانوا معايا كانوا هما معايا البيت في شهر ونص صرف قنوات الصرف كلش تعاود قنوات الصرف حتى حاجه دار مهجوره دار مهجوره يسكنوا فيها الجرذان وانا منسى الجرذان وبفضل ربي وبفضل المحسنين بفضل صوت سطيف اللي كانت همزه توصل بيني وبين المحسنين خلونا كما قال عباد كأي العباد الحمد والحمد لله وكما قال الشيء اللي ما كنتش نديرته في راسي لقيته الحمد لله مشروع جبار مشروع جبار سهرت عليه رجال هذا ويشهد به الرب ويشهد به الناس الطيبة والشعب الجزائري تحية تقدير واحترام للرجال للرجال في البيت ندير لكم مازال كاين الخير في الناس انا بانك الخير رجال ما ننساش رجالي وقفت معايا الوقت اللي تخليت عليا اقرب الناس تخليت عليا الوقت اللي لقيت الناس بعيدية ان شاء الله والله ما نسيتش منو ما نسيتش على ذلك يا والله ما نسيتش مبروك ربي يعيشك اسمعي مدى الحمد لله مازال كاين الناس الخير في سطيف وفي الجزائر كامل الحمد لله اللي كملنا الوعد تاعنا وفينا به شكرا لكل الناس الخير اللي عاونونا جزاكم الله كل خير وربي يعينكم ان شاء الله راح تزيد تهضر تحيه خالصه لحبيبتي جيراني وحبيبتي وصاحبتي حفيفه كانت واقفه معايا كما يقول السند السند كثر خيرها وربي يجازيها كثر خيرها ان شاء الله مبروك كثر خيرك